أهلا بحضراتكم. لا شك أن أي لفتة إنسانية بتمس القلب مباشرة، لكن لما تيجي من طفل ده بقى اللي بيبقى أكتر وأكتر، الفرحة بتبقى كبيرة قوي. في لفتة إنسانية كده حصلت في قرية بهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بصراحة يعني أثرت على كل اللي عرف الخبر ده أو اللفتة الإنسانية دي. اللفتة بتقول إيه بقى؟ إن طفل اسمه مالك أحمد رمضان 5 سنين من قرية بهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عمل إيه بقى طفل حبيبي مالك 5 سنين؟ اتبرع بمدخراته، لا تحويشة العمر بتاعته أو حصلته اللي بيجمعها من مصروفه اليومي، اتبرع بيها لتجهيز عروس يتيم من عروسة يتيمة من أبناء القرية. دي صورة العظيم طفلنا حبيبنا مالك أحمد رمضان. ومش بس كده، يعني هو مش اتبرع بكل اللي بيحوشه من مصروفه من باباه، لا ده هو أصر إن هو يروح بنفسه لبيت العروسة ويسلمها تحويشته اللي هي الحصالة زي ما بنقول. خلونا نعرف أكتر من والد الطفل مالك. معانا الأستاذ أحمد رمضان، برحب بيك معانا يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أولا أنا أحييك وأحيي طفلك وابنك مالك على هذه اللفتة الإنسانية العظيمة. الموضوع بقى يعني مالك بيحوش بقاله قد ايه؟ هو مالك بيحوش كده بقاله 6 شهور ما شاء الله، يعني الحمد لله، يعني ربنا يبارك لنا فيه ويطول لنا في عمر يا رب. الموضوع كله كان في جروب من 100 تبع القريه، كان كاتب ان في عروسه يتيمه من بنت اهل البلد وكده، فبيحاول يلم لها تبرعات وكده. فكنت الحوار كله كان بيني انا وزوجتي يعني. فاحنا بتكلم انا وامه في عروسة يتيمة والكلام دوت في البلد، مش قادرين ان هم يجهزوها والكلام ده. فلقيت مالك بيرد عليا بيقول لي يا بابا طب انا معايا الحصالة بتاعتي ينفع اوديها؟ ما شاء الله تبارك الله. فبقول له ماشي، تعالى نتكلم ايه الاستاذ جمال وحيد والاستاذ عبد الله جابر المسؤولين ايه عمل العروسة وكده وكل حاجات يعني. فرننا على الاستاذ جمال، الاستاذ جمال بعد اذنك احنا عايزين ايه نودي الحصالة دي للعروسة. فبصراحة رحنا العروسة، يعني كان كل الفرحة وكل السرور، يعني بلد اتقلبت بسبب مالك، قدرنا ان احنا نجهز العروسه والحمد لله رب العالمين من اهل الخير، يعني قدرنا نخش في الثانيه. يعني اخونا سبب صارع اللي يوضح الحصاله بتاعته، والقريه كلها بقت تهتم بالموضوع بسبب ان طفل عنده 5 سنين قدر ان هو يعني يعمل كده. في ناس كبيره ما قدرتش تعمل كده، فده لفت نظر القريه كلها عامه. يعني هو بذره طيبه ربنا يبارك لك فيه بدون شك. يعني هو مالك سمع الحوار اللي بينك وبين والدته ان انتوا بتجمعوا للعروسه دي عشان يتيمه، فعلى طول مباشره بدون تردد بقى ولا تفكير قال لك ينفع يا بابا اتبرع بالحصاله بتاعتي. تمام، بيقول لي انا معايا فلوس الحصاله راح اوديها للعروسه عشان ايه تتجوز على طول. طيب يعني ربنا يبارك لك فيه وتشوفه احسن الناس وتزود له مصروفه بقى، طالما هو بيحب يعمل خير زود له مصروفه شويه. بلغوا تحياتنا وشكرنا وتقديرنا ليه، وربنا يكتر من امثاله ويبارك لك فيه يا رب ويحميه. وانا بشكرك جدا الاستاذ احمد رمضان والد الطفل مالك صاحب الرساله العظيمه لكل الناس.